متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة استكشافات جديدة. اليوم زي ما وعدناكم راح نستكمل استكشاف ألعاب البوكيمون قبل ما ينزل طبعا الإصدار الجديد. أنتوا عارفين كلكم أنه شهر نوفمبر هو شهر البوكيمون، هيك عودتنا نينتندو شركة بوكيمون. ف 18-11 راح ينزل الإصدار الجديد بعنوان بوكيمون فايوليت وسكارلت. فوعدناكم أنه نستعرض الأجزاء السابقة للبوكيمون قبل ما ينزل الموسم الجديد أو الجيل الجديد من الألعاب. عندنا اليوم لعبة بوكيمون سورد، وهذا البوكيمون أو الإصدار هو آخر إصدار أو أحدث جينيريشن إلين طبعاً تاريخ 18-11. فاللعبة طبعاً هي الجديد على البوكيمون. لعبة بوكيمون بتكون لعبة RPG أو Turn Based RPG. الهدف منها طبعاً هو جمع البوكيمونات، بوكيمونات الريجن. الريجن اللي عندنا في هذه اللعبة هو ريجن جالار، بشبه كتير إلى حد ما مدينة لندن. أنا بحس إنها شوية لندنير، يعني الثيم تبع المدينة أو الريجن. عملوا تحديثات كتير على هذا الإصدار. طبعا شركة بوكيمون معودانا دائما على الإبداع، فكل جيل ابتداء من أول جيل على الجيم بوي كانوا دائما لازم يعملوا لمسة أو حركة جديدة هيك زي ما بيقولوا من برا الصندوق. فكان عندنا الإصدار الأول كان فيه حركة اللي هو تبادل البوكيمونات عبر الكيبل، كانت حركة يعني جدا واو، سابقة لعصرها. طبعا انت بتحكي عن 94، يعني قبل انتشار الانترنت أو البرودباند انترنت، كانت حركة ثورية. بعد هيك أيضا في الجيل الثالث على الجيم بوي أدفانس عملوا حركة التوبلا اللي هو التاك تيم أو الثنائي، الفريق الثنائي والوايرلس. كان في عندهم قطعة وايرلس هيك تشبك واي فاي فتخليك تلعب وايرلس، كانت برضو هاي حركة صايعة شوي في البوكيمون. برضو في ال إيش بحكي لكم، الإصدار المطور تبع البوكيمون جولد على الدي إس، شبكوا البيدوميتر جهاز التتبع مع البوكيمونات، وصرت تقدر تاخذ بوكيموناتك معك اثناء التريض او المشي يعني. فكل اصدار كان في حركه حلوه. على 3 دي اس كان في عندنا تطور الميجا ايفوليوشن، بعد هيك شفنا الزي موفز، والان الحركه الحلوه في هذا الاصدار اللي هي زي ما انتم شايفين على الشاشه الدايناماكس، تطور الدايناماكس. شير بوكيمون ضخم جدا بحجم الملعب او الاستاد لفترة معينة من الزمن في ما يعرف بتطور الدايناماكس. هاي أول لقطة، أول كاتسين في الريجن. طبعا هذا الرايفل أو منافسك أو صديقك صح التعبير، وهذا إحنا في البيت الآن كالمعتاد قاعد يلعب السويتش. حتما يعني أكيد لازم يلعب السويتش أو ما بعرف جوال، ماسك جواله. تمام، أخبار جديدة على التليفون. شفت الأخبار لي، طبعا لي بيكون أخو الأكبر لهوب. هوب زي ما قلنا بيكون صديقك أو صديق الأفاتار تبعك. اوكي، الان بتقول له ان انا سجلت الايفنت او الحدث تبع اخوك، فبامكانك تحضره في وقت لاحق. Come on with me ناهض، اللي هو انا طبعا. هذا الافاتار تبعي، لازم ما نضيع ولا دقيقه. لي احضر لدي هديه، يجب ان نزوره، اللي هو اخوه اللي شفناه قبل شوي اللي كان معه تشاريزار اللي تطور لدايناماكس تشايريزارد. فإحنا برضو زي ما قالنا هوب ما راح نضيع أي دقيقة ونروح نشوف لي ماما كالعادة أو أمه، يعني لشخصيتي بتنادي عليه تقول له تشيك على شنطتك، لا تنسى شنطتك أو حقيبتك قبل أن تغادر البيت.
وقبعتك لأن الطقس متقلب. حسنا يا أمي. وين غرفتي أنا؟ ما بعرف وين غرفتي. خلينا نشوف. أوكي، غرفة مفتوحة على المطبخ على الصالون. حلو، نظام استوديو. شنطة أولد سكول، شنطة ترافيلر رحالة زي ما أنتوا شايفين. والطاقية أيضا كول أو الكاب. حلو، الإكس بوتون يفتح المنيو. أوكي عارفين إيش فيها. الحقيبة فيها التخزين والخريطة. هاي خريطة الريجن، قال لها الريجن. والمكان اللي فيه الإيموجي السمايلي فيس هذا هو المكان اللي احنا فيه. مسقط رأسي. والسهم الحلو في اللعبة هاي أو الإصدار هذا، طبعا هذا الإصدار شبه مفتوح، عالم شبه مفتوح، يعني سيمي أوبن وورلد. الإصدارات الجديدة إن شاء الله اللي حتنزل لاحقا في هذا الشهر حتكون أوبن وورلد بالكامل. أول مرة بوكيمون تعمل هذه الحركة الثورية. فالريجن هذا سيمي أوبن، يعني عالم شبه مفتوح، سيمي أوبن وورلد. والحلو فيه إنه بيحطوا لك عالم زي ما أنتوا شايفين. العالم هذا أو الفلاج بيورجيك وين الأوبجكت تبع المين ستوري أو الحدث الرئيسي أو حدث القصة، عشان ما تضيع يعني وتضل لك إيش تلفلف في الخريطة. فهاي حركة حلوة. هاي السويتش. السويتش تبعنا أحمر وأنا برضو أحمر. ما بعرف إذا بتغير لون أيادي السويتش حتتغير في الجيم ولا لا. أعتقد المفروض ده يعني إنها تتغير، ما بعرف، بنشيك بعدين وبنقولكم في التعليقات. أكيد مش صدفة إنه السويتش هذا أحمر والجوي كونز تبعتي حمراء. أكيد بتغير، يعني حركة حلوة. خلاص ماما نمشي. أوكي، هوبي يستنانا في الخارج. طبعا الإصدار اللي احنا بنلعب فيه إصدار سورد. أوكي، في إصدار تاني طبعا كالمعتاد، كل جيل بينزل منه إصدارين. الإصدار التاني اسمه شيلد، الدرع. والإصدار تبعي اسمه سورد، السيف والدرع يعني. أوكي، هاي هوب. طبعا أنا زي ما قلت لكم بلعب بالجويكون، بس للأسف ما بعرف ليش ما دعموا البوكي، كرة البوكي ما دعموا التحكم الكنترول فيها، ولكن دعموا فيها خاصية تطوير البوكيمون. فبإمكانك تأخذ بوكيمونك معك لما تلعب بوكيمون جو، تحطه جوا الكرة هاي وإيش تخليه ياخد يتطور بناء على عدد الخطوات اللي بتمشيها. يلا خروف. يلا ضلك انطح، بلكي فتح الباب معك. ما انتبهت ايش حكالي، بس واضح انه ملحق. هوب، شوف الخريطة. بالفعل لازم نلحق. هوب هوب. لاحظين تحت مكتوب expansion pass على الزاوية تحت. هذا الـ DLC الـ expansion pass بيفتح لك اسمه ناسي والله ايش اسمه، تندرا او توندرا ايش زي هيك، يعني العرش او التاج. هاي اول DLC، اول حركة كانوا يعملوها شركة بوكيمون مع نينتندو مع بعض. اتفقوا علينا احنا المساكين وقرروا انهم يعملوا DLC او expansion pass على قولتهم. ففي الاكسبانشن بانس في بوكيمونات زياده في الريجن تقدر تلعبها، ولكن عن طريق الدي ال سي، عبر الدي ال سي. يعني لعبه جوا لعبه، فهمت علي؟ اوكي، اجت الهديه ولا لسه؟ طبعا لي هو بطل الريجن او الماستر ليدر. ليه شكله ضاع، ضيع الاتجاه، ما وصل الطريق.
تعرف من زمان ترك المدينة، تركها هو صغير زينا ناشئ. فتوه لا تضيع فرصة لقاء البطل أكيد طبعا. هذا بيت هوب، بيت هوب دورين ما شاء الله أغنياء. إحنا بيتنا دور واحد كان. أوه ما شاء الله رياضي، واضح إنه عنده هوس في تجميع الكابس أو القبعات. كني لمحت واحد فوق أمه هذه ولا أخته ولا جدة. عشان هيك بيتهم دورين، الجد والجدة ساكنين معهم. أوكي شوف السويتش وهيش لونه، تقليدي أزرق وأحمر الإصدار الأول. وين رحت يا هوب؟ الله يهديك، نقعد ندور عليك، أنت ضايع وأخوك عيالي تايهة. أيوة هيا نمشي، يلا وراك سري. إيش ورانا؟ Battle against wild Pokemons of course. لتجنب المصارعة أو محاربة البوكيمونات ابقى خارج العشب. أوكي نصيحة بجمل، شكرا جزيلا. بس لاعبين البوكيمون المحترفين القدامى اوريدي عارفين المعلومة هاي. أنا إيش قلت لك؟ خليك برا العشب، ما عندك بوكيمون. أوكي سوري اعذرنا، بس أنا إيش لمحت كورة بوكيمون هناك ما قدرت أقاومها. أوكي يلا، في جمهرة هناك، في تجمع، شكله البطل وصل، نروح نشوف. بالفعل هذا هو البطل. والله خف علينا يا بطل. بوكيمون وتشاليزارد أنا حبيته لهالسبب، بوكيمون المفضل أنا من الجيل الأول تشاليزارد أو تشارماندر إن صح التعبير. حاول نقرأ لكم السيناريو. هذا تشاريزارد صعب المراس. تشاريزارد خاصتي ينفث اللهب بقوة. أتحرك شوقا لرؤية المتحدي القادم في النادي تبعي. إله نادي كويس، يعني حنباري في المستقبل. معا أو سويتا أصبحنا الأقوى. مشي حالك سلك هوب. فينك يا راجل صديقي رقم واحد؟ جئت لأخذي أو توصيل البيت، شكرا لك. انظر لك يا انظر إلى نفسك يا هوب، لقد كبرت طبعا، صايع وترك البيت وناسي أصلا وين البيت. وهوب عمال يكبر مسكين لحاله. ومن هذا الصديق صاحب العيون البراقة؟ إنه أنا. أنت صديق هوب؟ زين زين.
الله، الناس ينادونني unbeatable ليون، ليون الذي لا يهزم. طيب حنشوف. لي stands for أو nickname لليون. شوف أخوي هوب دائما يسعى ليصبح الأفضل، يذكرني بشخص. بالله عليك، نعم انظر إلى نفسه كم أصبح قوي ومعتمد على نفسه. نعم نعم، بس العباية اللي لبسها واضح إنها جايب البريد، ختمة تختيم. كل طوابع الدنيا عليها، فعلا سافر الدنيا كلها. أو تحس ممكن هاي إعلانات لوحة advertising. أوكي طبعا المفيد الزبدة يعني بدنا الستارتر بوكيمون تبعنا، فأكيد الهدية تتوقع إيش تكون؟ حزر فزر. أكيد مش حتكون يعني سمارت فون، يعني أكيد حتكون ستارت أب بوكيمون. بالفعل هذا الجروكي عشبي، سكوربوني ناري، صوبل 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 مائي. طبعا أنا عن خبرة بقولكم إنه سكوربوني هو الأفضل من بين الثلاثة، هذا وجهة نظري أنا. أنت طبعا تختار البوكيمون المناسب لك، ولكن أنا حختار سكوربوني. ليش؟ لأنه سكوربوني تطوره الأخير، ما أحرق عليكم الأحداث يعني، بس تطوره الأخير بيكون ناري مقاتل، فالكومبينيشن ناري مقاتل كومبينيشن جدا جيد في القتال من خبرتي يعني، من واسع خبرتي البوكيمونية. فبقولكم على المدى البعيد سكوربوني حيكون قوي، هيخدم معاك كويس. صبل برضو لا يستهان فيه، صبل مائي، ايش بيصير مائي بويزن ولا ايش، ناسي والله. المهم تصنيفي انا يعني حسب رأيي الشخصي، رقم واحد سكوربوني، رقم اثنين صبل، رقم ثلاثة جروكي. زي ما قلنا هذا رأيي الخاص يعني. بعدين سكوربوني هداف لعيب كرة، والثيم زي ما قلنا لكم ثيم لندن أو بريطانيا، فحتى الجو أو ثيم الأندية بتحسه جاي على شكل ملاعب، حتى لقدام كمان يعني، بس ما بدنا يعني نحرق لكم القصة. الفريق الأشرار أو أيوة إن صح التعبير، فريق الأشرار بيكونوا ألتراس على شكل ألتراس، مشجعين مشاغبين في الملاعب، اللي هم زي روكيت ليج أو بالعربي زي ما بيقولوا عصابة الرداء الأبيض في الجزء الأول، هنا بيكونوا ألتراس مشجعين صاخبين أو مشاغبين. مفروض الآن يورجينا طريقة أو آلية القتال. يفترض أن الآن نشوف مباراة ودية، أغلب الظن حتكون ضد هوب أو لي، الله أعلم، حنشوف هلا نورجيكم كيف آلية القتال أو البوز وقفة البوكيمون كيف مع المدرب في هذا الجزء. طبعا هذا أول إصدار للبوكيمون شبه مفتوح، يكون بدعم اللعب على التلفزيون أو على كونسول. تعرفوا أنتو بوكيمون دائما كانت على الأجهزة المحمولة تبعت نينتندو، في شراكة هيك دائما من زمان يعني، في توافق بين شركة بوكيمون ونينتندو من زمان، لأنه التنين مبدعين صراحة وبيفكروا من بنفس الطريقة برا الصندوق، فهالسبب اللي خلى الشركة هاي تنجح على مدى السنوات أكثر من 20 أو 25 سنة مع بعض، شراكة حصرية. عشان هيك بوكيمون ما بتشوفوا ألعاب بوكيمون إلا على نينتندو، لأنه شركة بوكيمون
أعتقد إنها يعني عقد إكسكلوسيف مع نينتندو، وهو بينه وبينكم يعني زي ما بقوله وافق شنهم طبقة، شركتين مبدعات بفكر بنفس الطريقة. يلا أول مباراة وديا ورجيكو البوز الستان تبع البوكيمونات. يلا يلا سريع سريع. حلو أعطينا بوكيمونك وولو. وولو الماخر ظني نورمال تايب كويس مناسب للتدريب كمباراة ودية أو تجريبية. شايفين البوز نفس البوز تقريبا. تكل موف ما عندنا لسه حتى هجوم ناري. ما عندنا ليفلنا كام؟ 5 اعتقد. اول هجوم ناري بيطلع على ليفل 7 ما خاب ظني. نحاول نضعف شويه وولو. يلا يا وولو. اوكي الاتاك تبعه في الداون. نعمل تاكل تاكل هجوم نورمال. البوكيمون اللي قدامنا نورمال فعشان هيك بينقص ما بينقص كثير مش كريتيكال يعني اتاك. anyway قلنا الصدارة فزنا already. عنده بوكيمون تاني ولا خلاص هيك؟ حلو سكورباني صار ليفل 6. تعلم هجوم ناري. اول هجوم ناري اخذناه امبر. عنده بوكيمون تاني جروكي. حلو جروكي عشبي وبالتالي هجوم تبعنا حيكون فعال ضد كثير ضد جروكي. نركز على الامبر. سمعين الصوت هذا؟ هذا الصوت معناته كريتيكال او سوبر افكتيف هجوم فعال جدا طبعا لانه هو عشبي والهجوم كان ناري. اعتقد اخر هجمه هاي خلاص. بروكي روح روح بيتكو. نايت نايت طورنا. حلو ليفل 7 طبعا. في بدايات البوكيمون مشواره الفني يكون تطوره سريع بس لقدام بصير تطور ابطا شوي لانه بصير يحتاج اكس بي او نقاط خبره اكثر. اخذنا 400 جنيه باوند او عمله البوكيمون تبعتهم. كل ما تفوز في سباق مبارزة أو نزال تأخذ نقود. النقود هاي طبعا بتخولك تشتري آيتمز من متجر البوكيمون أو إكسسوارات أوتفيت يعني ممكن تغير الديكور أو عفوا الأوتفيت أو اللوك تبعك. حاول نستعرض الريجن بسرعة نوريكم إياه. اوكي كل هذا دش حكي. نشوفكم ان شاء الله. هذا بوكي ديكس. ما عندنا بوكي ديكس. بوكي ديكس اللي هي الجهاز اللي بيساعدك تعرف معلومات اكثر عن البوكيمون اللي بتصيده اشبه ما يكون بال الانسايكلوبيديا موسوعه الكترونيه تقريبا. وولو فتح وولو فتح السور الحمد لله. بقول لك المسألة كثر الدق بيفك الحام. وولو فتح السور وهرب شرد. طبعا وولو مش عارف من مصلحته فالأفضل انه نجيبه. مسكين وولو شرد على الغابة على الأحراش.
فين ولو؟ اوكي الان معنا بوكيمون، اعتقد بنقدر نصيد. شوف معنا في الشنطه كرات بوكيمون، ممكن نصيد. للاسف ما عندي كرات بوكيمون. عندنا سناره ادفنتشر جايد، سناره حلوه، ممكن تصيد على فكره زي بقيه اصدارات البوكيمون كالعاده. معنا بوشن، للاسف ما معنا كرات بوكيمون وبالتالي ما فينا نصيد. لا يا حليلو، سكروفيت اول بوكيمون نقابله بري. طبعا لازم نحارب، ما فينا نتجاهل حتى لو ما معي كرة بوكيمون، كرمال يتطور البوكيمون تبعي عشان لما يجي الجيم او المدرب النادي نكون على قدر نفس القدر من المستوى. طبعا حال كل العاب ال 10 بيس ار بي جي او الار بي جي اجمالا لازم تعمل ليفلينج اب. حلو تصيب بحروق سكوفيت، جاب نتيجة الهجوم النادي عليه. سوي التكل، حلو فينتد، اغمى عليه، اعطينا نقاط الخبرة. وداعا سكوفيت، للأسف ما حنقدر نصيده، ما معنا كرة. زي ما شايفين عالم شبه مفتوح، عشان هيك الكاميرا شوية فيكست، ما فيك تلفلفها براحتك يعني أثناء المشي. روكي دي طائر، ما عندي إلا بوكيمون واحد وبالتالي اللي هو سكوربوني. يا خطير، نقص الديفنس تبعي وبالتالي لازم نخلص الجولة بأسرع وقت. احنا عندنا الأفضلية لأنه هو مستوى 2، احنا مستوى 7. مع نفسك مسكين محروق وليفل 2، الله يعينه. خلينا ننهي أحزانه ونخليه يستريح. إلى اللقاء. أنا أحاول أتجنب هذا النزال عشان نكسب وقت ونحاول ننقذ وولو. سمعين في صوت عويل زي عويل الذئاب. أعتقد الآن بنلاقي بوكيمون اللي هو البوكيمون الليجندري أو الأسطوري تبع الريجن هذا، إن ما خاب ظني بالفعل هو. أول لقاء، حركة حلوة هاي إنك تقابل البوكيمون الأسطوري في البداية، بتذكرنا في إصدار بوكيمون كريستال لما بنقابل إيش اسمه كان البوكيمون؟ سويكون أعتقد كان اسمه زي هيك، برضو بنقابله كنا في لقاء هيك عابر في بداية اللعبة. فهذا البوكيمون ذكرني بنفس الحركة هذه. سويكون أو سويكون اللي هو اسم ياباني صعب.
هذا بيكون طبعا غير معروف على اساس انه يعني اسطوري او ليجندري، لا نستطيع ان نرى. مش قادرين نوصله. ضاع البوكيمون في الضباب. اختفى. اوكي. حلو كتير اللقاء الاول. وصل لي ولكن متأخر، أساس إنه إيش يعني عشان يزبطوا الحبكة يعني. أوكي، كنا بنحاول نجيب وولو. وولو سليم، حي يرزق. شرزات بيفكر يأكله ويعاقبه. اوكي، زي ما تشايفين ما في فويس اكتنج في هذا الاصدار. اعتقد انه برضو الاصدارات الجديدة او اللي هتنزل ايضا ما حيكون فيها فويس اكتنج. ما زالوا مصرين شركة بوكيمون انه ما يسووا صوت او بعد للشخصيات للكاركترز. هذا الشيء انا بصراحة ما بحبه في الالعاب، يعني الألعاب اللي ما بيكون فيها فويس أكتينج وأنا بلعب لقيني غفيت نعوست. يعني الفويس أكتينج على الأقل شوي بإيش بيشدك للقصة شوي، ولكن لا يمنع أنه اللعبة صراحة جميلة. ليبل يعني اوكي. كنا حابين نصيد بوكيمون بس قبل ما نختم، ما بدنا نطول عليكم بس حشوف اذا معي كرات بوكيمون. اخذناها، حيعطينا الان كرات بوكيمون نورجيكم تجربه صيد البوكيمونات. ايش بقول؟ ماما اوكي، بلغها انه ماشيين عشان طالعين برا الحاره. لازم نخبر الماما انه احنا ايش طالعين. وين الماما؟ عزيزي انا سعيدة انك قبلت ليون، اخبار حسنة. اوكي، ايش اعطتنا؟ بوكيت ماني، حلو، مصروف جيب. بامكانك تروح للبوكيمون سنتر تشتري بعض العلاج، ما بعرف، اشتري الشيء المناسب لإلك. سكور باني، اصبح لديك بوكيمون، جميل. طيب ماما ما عرفتي تعطينا كرة بوكيمون، الله يهديكي. فلوس، يلا فلوس كويس. اعطتنا والله كرات بوكيمون، حلو. يلا خلينا نصيد بوكيمون سريع سريع. يا ترى ايش حيكون بوكيموننا الاول؟ شكله وولو. نشوف، نروح على الاعشاب على العشب، حاول نصيد اول بوكيمون. لا مش محتاجين القتال. شايف المبنى اللي هناك البنفسجي؟ اوكي، ايش ماله؟ نروح له هناك. هذاك هو المختبر. تذكرت، نروح المختبر لحتى ناخذ البوكي ديكس تبعنا. بس قبل ما نروح، والله شكله بوكيمون الاول جروكي.
عفوا روكيد 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 روكيدي. يلا يا روكيدي. اوه شوفوا انا ححجم مره واحده بس، لازم ما يموت البوكيمون. لا كمان هجمه، نعمل كمان هجمه. بس خلاص اعتقد الان صار مناسب انه نصيده، اضعفنا البوكيمون بما فيه الكفايه. نجرب حظنا، نرمي الكره. بسم الله اول كره. ترى صدنا اول بوكيمون. ما محتاجين نعطي له اسم، روكيد انضم الى الفريق. شوف ايش الايتم هذا، بوشن. تمام، هيك اعزائي يعني استكشفنا اللعبه، ما اعطيناها حقها صراحه لانه اللعبه كبيره كتير. كان نفسي ان نوريكم الجيم ليدر مباراه النادي كيف او اول وسام، ولكن ما اسعفنا الوقت، اللعبه طويله كتير او كبيره يعني، ولكن استعرضناها بالشكل كافي بما فيه الكفاية تاخذوا فكرة حسنة عن اللعبة. أتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم اللعبة. هذه لعبة بوكيمون سورد من إصدار بوكيمون سورد أنشيد، لعبنا إصدار بوكيمون سورد. ونحب قبل ما نختم نذكركم تعملوا لنا سبسكرايب إذا كانت هذه أول مرة لكم معنا على القناة، وإذا عجبك الفيديو شيروا لايك كالمعتاد، وإلى اللقاء.